أبناء القوات المسلحة يسطرون أروع الأمثلة في الاستجابة السريعة للتبرع بالدم في حملة وطنية منظمة تحت شعار دمي للكويت، تنسيق ومتابعة مع هيئة الخدمات الطبية وبنك الدم وفق الاشتراطات الصحية. أنا بأي وقت راح تلاقي الأعداد هذه موجودة، بأي وقت راح الجيش راح يساهم خاصة بالشغلات هذه اللي يعني فيها إنسانية حق وفيها مساعدة حق الناس المحتاجة وكذي. احنا كمنتسبين الجيش الكويتي جايين اليوم، بما ان اليوم اخر يوم حملة تبرع دم الكويت، هي نأدي واجبنا نساعد ونسدد النقص اللي موجود من الدم كمنتسبين الجيش الكويتي ونساعدكم ان شاء الله. حملة دم الكويت انطلقت يوم الأحد الماضي ولمدة 5 أيام، وكان الإقبال ممتاز بالتعاون مع هيئة الخدمات الطبية وبنك الدم المركزي. أعداد كبيرة من أبناء الجيش الكويتي هبوا للتبرع بالدم في صورة تعكس سرعة الاستجابة واندماج الجيش مع مؤسسات المجتمع المدني لسد أي عجز قد يحتاجه بنك الدم. الجيش الكويتي دائما سباق في مساندة جميع وزارات الدولة وبالأخص وزارة الصحة. الحمد لله الأعداد مثل ما أنت شايف في إقبال كبير من وحدات الجيش عامة، وهذا دورنا كجيش كويتي. احنا لبينا النداء، بلغونا أن بنك الدم محتاج دم، بلغونا ولبينا النداء وتستاهل الكويت. ويستمر الجيش الكويتي في تطبيق الاستراتيجية الجديدة لمفهوم الانخراط في المجتمع المدني وتحمل المسؤولية المجتمعية لدعم مؤسسات الدولة المختلفة في مشهد يؤكد الإخلاص والتفاني لدى أبناء القوات المسلحة والذين سطروا أروع الأمثلة في ذلك. فايز البطي، تلفزيون دولة الكويت.